عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحاب؟ كلشي مزيان البنات؟ اليوم جيت بغيت نشارك معكم في واحد المسمن ديال الخضره بالقرعه والخضره وبخيزو. ها هي العجينه ديالي، عجنتها انا تندير فيها كويرات نخلي الترخاليه، وبعد ما الترخاليه العجينه ديالي نطيب الحشوه ديالي دي سميتو الخيزو والقرعه. وبسم الله انا غادي نبدا معكم البنات. انا عندي كندير طاوه كبيره ديال سميتو، وتنبدا البنات بسم الله تنبدا البنات تندير فيها رمي الخبز هو الاول البنات بسم الله تجي زوينه البنات هاد المسمن ديال الخضره. خبزو اللي عندكم البنات درتو ربعه درتو خمسه اللي عندكم في الدار، انا درت هنايا يمكن شي سته خبزويات كبار، انا حكيتو بالحكاكه ديال خبزو طوال كتبي الخيزو طوال وتن ونحكيت جوج قرعات. انا كندير زيت العود انتما البنات على حساب الخيط ديالكم زيت العود، كندير شويه الملحه على حسب الذوق ديالكم، كندير شويه البزار ها هو، وانا غادي نرمي القرعه البنات نفق هادي ها هي البنات عندي درت هنا جوج قرعات حكيتهم طوال البنات نحرك هذا الزيت مع الملح وشويه البزار نحركهم تيجي زوين. بعد ما تقطع ليا طيح القرعه وخيط وداكشي انت بغي نعمر انايا المسمن ديالي كنعمرو بالفرماج كندير فيه حتى الفرماج انت ديري كنكون كوكه تيجي كنعمرها بها هانتوما البنات. ودابا نزيد عليها واحد شويه زعتر ها هي الزعتر عندي ها هو غنحكو كتعطي واحد النكهه زوينه في الزعتر هانتوما البنات صافي. وزيت زيت العود ومليحه وشويه البزار هانتوما البنات وما نخليهاش تطيح بزاف خليها باقا شاده في راسها باش ملي نبغي نعمر المسمن نعمرو باقي الخضره باقا شاده راسها لان انا غادي نكمل الطياب ديالها في المسمن وفرماج محكوك مرتديله تتكون محكوكه حتى هادشي اللي تيكون فيها تجي رائعه زوينه شنقول لك تتمشى هادي تتمشى في السوق تتمشى في المارشي الاخت فاطمه تدير المارشيات وتطلبوها ليها الناس بزاف عندك هي وديال زبينه وديال الكفته ديال الدجاج كاع المسمن كاع اللي تيكون عامر تيتمشى مزيان. ها نتوما البنات ها هي بدات طيح ليا شويه نحرك مزيان يدخل الزعتر مع الزيت البلديه مع الملحه شويه الزعتر ما فيهاش شي حاجه بزاف دغيا الخيزو كاين في الدار القرعه كاين في الدار كلشي عندنا موجود في الدار يعني كلشي اي دار اللي مشيتي لها كتلقاي فيها هاد المكونات زعما ديروها البنات وجربوها وردوا عليا وديروا لنا جيم وبارطاجوا البنات. ها نتوما البنات العجينه ديالي هي طاعت طرخات ها الخضره ديالي هي تبردات الخيزو والقرعه اللي طيبت قدامكم البنات شتي الخيزو والقرعه ما تخلوش يهبطوا بزاف شتي اللون ديالهم تيبقى وهالفرماج اللي غادي ندير انا بسم الله ها الزيت تندير ها الزيت البنات بسم الله نتوما البنات تنحط الفرماج هو الاول وعاد تنحط الخضره خيزو والقرعه اللي طيبت قدامكم بويله بشويه الزيت البلديه والملحه والبزار وشويه الزعتر صافي هادشي اللي باش يطيب الخضره صافي. وديجا تنعجن العجينه ديالي وخليها ترخى وبعد ما ترخى ثاني تنعجنها قدامكم دابا كندير وحده فوق وحده باش ما تخرجش ليا الحشوه ديالي من سميتو وتنمشي هكا بشويه بشويه البنات زوينين بنان وما تياخذوش الوقت واي دار اللي مشيتي لها غتلقاي فيها الخيزو والقرعه يعني بنادم ينوع شويه مره كفته مره خضره مره كل مره واش ديجا المسمن ديال الكفته ديال الخضره تيتمشاو دائما التحتاني تيكون المسمن ديال الاولى ملي تنجمعها وتندير تنديرها لتحت والفوقاني تيبقى هي العمليه باش يبقى طايبه هكا باش ما تخرجش ليا الحشوه ديالي من سميتو
ها هما راه درتهم ديجا درتهم، ما بغيت نشارك معكم في هاد الاخر اللي بقاو ليا. ها هما النهائي وتنسخوا ليا المقله ديالي وغادي نكمل الطياب ديالهم ونكمل معكم النهايه ديال الفيديو. وغادي هكا بشويه بشويه هانتوما الفرماج والزيت باش يطيبوا، هانتوما الخضرة خيزو القرعه ما تخليهمش يهبطوا بزاف، شتي اللون ديالهم كيجي الاحمر والخضر، ومن يطيبوا غادي نحل معكم شي وحده تشوفوها الشكل النهائي ديال هاد المسمينيات. نتمنوا يعجبكم البنات وجربوهم وكتبوا لي التعليق. السلام عليكم البنات، كي دايرين لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ كلشي بخير. اليوم البنات جيت عندكم اليوم باش نشارك معكم واحد المسمن تيدار بالبصله والشامبينيون، تيجي زوين تيجي رائع. وهانتوما العجينه ديالي ها هي عجنتها وخليتها ترخى، دابا غادي نلولبها باش نخليها. ها هي البنات العجينه ديالي، عندي كيلو ديال الطحين زلافة ديال السميده، ها هي عجنتها وعجنتها تتكون ها شوف دابا عجنتها وخيتها دابا شويه، وانا غادي نبدا نقبس باش ندير خبيزات صغيورين. بعد ما نقبسهم البنات خبيزات صغيورين، الا ما تشحرت ليا البصله ديالي داير هنايا 4 حبات كبار ديال البصله، شوفوا القياس اللي عندكم البنات تندير فيها. وهنا عندي الشامبينيون، هانتوما الشامبينيون البنات تنقطعو رقيق غليظ، علاش قطعتو غليظ؟ بان راه غادي يطيح العافيه ومن ما نخليش تيطيح البنات، لان باش يبقى ليا شويه باقي شاد راسو باش نعمر به المسمن، وبعد ما راه باقي غادي يطيب ثاني في المقله مع المسمن وكشي. الشامبينيون ديالي تنقطعو بهذا القياس هكا البنات باش يجي باين، ودائما الشامبينيون مشعل عليه عافيه مجهده باش ما يطلقش ليا الماء، ولا طلق لكم الماء حاولوا تصفيوها البنات باش ما تبغيو تعمروا به المسمن ما يجيكمش فيه مري. والبصله راه هي تتشحر قدامكم البنات، تندير فيها شويه زيت النباتيه ولا زيت العوديه عندكم، المهم انايا غندير شويه زيت النباتيه هي، وفي الشوبيني تا هو شويه زيت نباتيه. ها تيجي زوين البنات هذا المسمن بالشامبينيون والبصل، وتندير البنات شويه الملحه على حسب الذوق ديالكم، وشويه البزار. ها انتم البنات ها البزار شويه البزار، والخلاصه تهرب تطيح ديال البصله وتطيح ليا الشامبينيون ديجا ما حتى تكون المسمن ديال طاع ليا في سميتو، ونعمر به المسمن شويه بشويه يجي رائع البنات. يجي مزيان البنات مبصلاش الضوعه، غنكون القياس اللي بغيتو على حسب الكميه اللي بغيتو. لا تطيح البنات، والشامبينيون دائما تكون عافيه مجهده، علاش؟ باش ما يطلقليناش الماء فيها البنات، باش ما يطلقليناش الماء. ها انت شوف انا ما درت فيه لا ما لا والو، هو بدا يطلق لي الماء، ونخليه في العافيه مجهده مره مره نحرك وما نخليش يطيح بزاف، لان انا باقي غادي نعمر به المسمن باش يجيني المسمن ديالي الا حليتوه باين فيه الشامبينيون والبصل، تيجي زوين تيطلبوه الناس وتيطلبوه النصارى تياكلو كلشي. ها انتما ما نخليش تيطيب، وبعد ما يطيح ليا الزبينه بعد ما يطيح ليا الشامبينيون والبصله تجينا ديال هيا دخلت البنات، ونكمل معكم الفيديو البنات. صافي انتما البنات ندير هكا العمليه ديالي هكا بشويه بشويه، المسمن ديالي هكا في الصو ونخليه حتى يترخى ليا البنات، وبعد ما يترخى ليا تنخلط الشامبينيون مع البصله، وهذا الفرماج المعتدل ها هو مقطع جبتو ها هو سميتو، تا هو تنعمر به كندير وسط سميتو وسط البصله وسط الشامبينيون، تيجي رائع زوين معلك وزوين. وهانتوما القياس ديال العجينه ما غندير وحده في وحده تيكونوا صغيورين، ومن يكمل البنات من يطيح ليا البصله والشامبينيون طيح ليا داكشي نكمل معكم العمليه وتشوفوا النهائي ديال هاد المسمنيات اللي تيجيو بالبصله والشامبينيون والفرماج تيجيو زوينين. ها انتما البنات هي البصله ديالي هي هبطات، شفت يولي اللون ديالها بحال معسل ها هوي، بعد ما تطيح ليا البصله ديالي تتولي بحال هذا الشكل. ها انتما ها الشامبينيون ديالي شتي ما خليتوش طاب بزاف، ولا كان قلت لكم الا لقيتو طلق لكم الماء صفيوه البنات من الماء ورميه شويه هنايا في البصله. ها انتما البنات
تيجي زوين هاد المسمن بالبصله والشامبينيون. تيطلبوا لينا الناس وتنديروا حنايا في المارشي، حنايا اصلا تنديروا في المارشيات. ها نتوما كنحرك مزيان ونخلي واحد شويه، واحد 5 دقائق ما كملش 5 دقائق، ونطفي عليهم. الا ما شرب ليا الشامبينيون المذاق ديال البصله، والبصله تشرب ليا المذاق ديال الشامبينيون، ومن بعد نعمر به المسمن والفرماج. الفرماج موصلين اللي كيكم اللي وريتكم الكوك، تيجي زوين ورائع، تيطلبوه الناس وتيتمشى في المارشي بزاف. عندك هو وعندك ديال الزيبيناغ وعندكم ديال الدجاج، الدجاج بالبصله حتى هو كيطلبوه بزاف. واليوم قلت نتشارك معكم البنات، قلنا اليوم الفطور ديالنا، قلنا نتشارك معكم البنات هاد النقادة ديال السمن بالشوبينيو والفرماج، يجي رائع البنات. بعد ما نطفي عليه البنات واحد شويه، نطفي عليه نخليه حتى يبرد. الا ما برد ما تعمروش به المسمن، الا ماشي تعمروا المسمن من المقله تبداو تحطوه في العجينه راه غيمشي لكم كلشي. خليوه حتى يبرد لكم واحد الساعه، خليوه ابار ونخلي العجينه تطلق ليا مزيان، تطوع ليا مزيان. ديجا راني عجنتها وقبستها وخليت غطيتها بالميكا. بعد ما يترخى ليا العجينه ويبرد ليا، نعمر معكم المسمن ونكمل معكم الفيديو. سلام البنات، ها نتوما بعد ما طاب ليا الحشوه ديال البصله وزيتيناها، هو داك الشوبينيو عفوا الشوبينيو، هو بعد ما شلون ديالو تيولي، ها نتوما صافي. وعندي الفرماج، ها نتوما البنات محكوك مرتديله، ها نتوما البنات تندير الفرماج هو الاول، وتنقطع من فوقو البصله والشامبينيون. ديروا بالقياس اللي بغيتو، بغيتهم كبار ديرهم كبار، بغيتهم صغار ديرهم صغار، اللي بغيتو. هانتوما كيجي الشكل ديالهم زوينين رائعين بنان، تقنعيش منهم. وقلت اليوم نتشارك معكم في هاد الفيديو ديالي، هانتوما تنضرب وحده في وحده باش ما يخرجش ليا يخرج ليا الحشوه من وسط العجينه. تندير وحده في وحده باش يبقى ليا ملي تنضربها مزيان بجوج مرات تنرميها في المقله ما تدخلش ليا الحشوه. انت شفتوها، تندير الفوقاني هو التحتاني، والتحتاني تنديرو فوق. فهمتوا البنات؟ قد ما رققتوا العجينه قد ما تيجي المسمن ديالكم زوين. وهادو تندخليهم حتى يترخاو ثاني ونضربهم عاد تلحهم في المقله. فهمتوا البنات؟ انا نعاود معكم وحده اخرى باش تشوفوا. والعجينه عاديه البنات، الطحين والملحة والماء صافي، وتنعجنها وتنخليها حتى ترخى مزيان. وعاد ندير وتنخدمها بالزيت، الزيت ديال الذرة والسميدة، الطحين والسميدة، الطحين فورس مزيان ممتاز، والسميدة البنات. هانتوما نعاود معكم هادي، غنتمو الفرماج هو الأول، من بعد عاد تنحط البصلة. شتي الشامبينيون البنات تيبقى دايما باقي شاد في راسو، متنخليش حتى يهبط البنات. وراني لقيت فيه شويه الماء وصفيتو، ما تقدريش تلوحيه هكاك من المقله تبداي تعمري به، لا الا كان فيه الماء صفيه مع الشوبينه تيطلق الماء شويه. وحنا غادي مع هذه العمليه بشويه بشويه حتى نكملوا، وبعد ما يترخاو ليا ويطيعوا شويه ونغلقوا في المقله نكمل معكم البنات الفيديو ديالي. ها نتوما والتحتاني تيكون الفوق والفوق تيولي لتحت، باش تكون العجينه مقاده ملي تتحلها تلقاها مقاده، ما تلقايش شي في شي ولا العجينه سميتو. ونضرب الجناب مزيان ونجبد ونزيد الاخرى حتى ونجبد. راه اي بنت تعرف كيفاش دير مسمن، ها نتوما النتيجه اللي خرات كيولي مسمن. ونكمل معاكم نبغي نطيب ونجي معكم. ها نتوما البنات ها هي العجينه ديالي ترخات، بعد ما عمرتهم خليتهم واحد شويه ترخاو باش ملي نضربهم ما يكونوش قاصحين. ها نتوما المسمن ديال الشامبينيون مع البصلة والفرماج، ما تضربوش بزاف باش ما يخرجلكش الحشوة ديال التسجيل. أنا المقلة ديالي هي درت زوج، هاهي هاهما شوية شوية تطيبو على خاطرهم عافية مهيلة. وخليهم عمرهم وخليهم حتى يترخاو باش ملي تضربهم كوكا باش ما يجيكمش قاصحين. والعجينة دايما البنات قاصحة ما تكونش مرخفة. المقلة ديالي تسد 3 أو 4 إلا كانو صغيورين، صافي نبقى نقلب شوية بشوية ومن بعد نكمل معكم الفيديو البنات. ها هو المسمن ديال العامر
بالبسله والشوبين والفرماج تيجيو زوينين، ونتمنوا يعجبوكم البنات. هانتوما البنات بعد ما طاب ليا المسمن ديال الخضره ديال القرعه وخيزو مع الفرماج، هانتوما النهائي ديالو واش كتيجي البنات. ها هو تيجي رائع زوين تبارك الله. شوف هانت شوف الخضره كتبقى هي ها ما طيبوهاش بزاف لحقاش كملنا الطيب ديالها في المسمن. هذا هو النهائي ديال المسمن ديال الكفته ديال الخضره مع الفرماج، شي النهائي ديالو تيجي هكا. وعاد ديال الشوبينيو مع البصله البنات.